السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن تاني طريقة في الإعلان على سناب شات، اللي هي الطريقة التفصيلية في الإعلان، اللي هي اسمها Advanced Create. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. هنختار نيو كامبين. اختار نيو كامبين منين؟ نخرج من بره كأننا أول مرة ندخل على سناب أهو، بعدين نيو كامبين ادفانسد كرييت، ويظهر لنا انواع الاعلانات المتاحه، سواء كان اويرنس يعني انتشار، كونسيدريشن اكشن معينه ان احنا ناخدها، زي ايه مثلا؟ زي اب انستول. اب انستول يعني زياده عدد التحميل للتطبيق بتاعك. رقم اتنين درايف ترافيك، ان انت تزود عدد الزوار للموقع عندك. رقم ثلاثة درايف ترافيك تو اب، تزود عدد الزيارات للتطبيق بتاعك. engagement التفاعل، زيادة التفاعل مع السنابة بتاعتك. رقم أربعة فيديو فيو، زيادة مشاهدات الفيديو الخاص بالسناب خاص بيك، أو عملت سنابة فيديو وعايز تزود عدد المشاهدات بتاعتها تعمل إعلان فيديو فيو. lead generation تعمل إعلان عشان تخلي الناس يملوا زي قائمة من المعلومات، زي اسمهم، رقم تليفونهم، إيميلهم، عنوانهم. دي مثلا بتستخدم في الدورات، تستخدم في العقارات، تستخدم لو كان هدفك بيع من خلال الحملة الإعلانية. آخر نوع في أنواع إعلان سناب شات هو إعلانات الكونفرجن. الكونفرجن يعني هدفك إن الناس تاخد أكشن معين على الصفحة بتاعتك، وده بيتم استخدامه لمجالات الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية. يعني ايه كونفرجن؟ يعني سناب شات بيديك كود، الكود دوت بترسله لمسؤول الموقع عندك، بياخده يحطه في صفحه الثانك يو بيج. الثانك يو بيج اللي صفحه اتمام الدفع، لما انت تشتري منتج بيجيلك رساله كده خلاص تم استلام معاملتك، سيتم ارسال المنتج ليك خلال 24 ساعه. هو بقى المبرمج او مسؤول الموقع بيحط الكود بتاع سناب شات في صفحه الثانك يو بيج ده عشان سناب شات يعرف كام واحد اشترى من الاعلان بتاع سناب شات بتاعك، وتعرف اذا كان الموضوع بالنسبه لك مجدي ولا غير مجدي. وليكن هنختار مثلا اول نوع اللي هو اويرنس. اويرنس يعني هدفك من الاعلان يحصل انتشار، يحصل انتشار وناس كتيره تعرف الاعلان اللي انت عامله. خصوصا مثلا الاويرنس بيتم استخدامه في براندنج. براندنج يعني ايه يا جماعه؟ يعني انا مش هدفي بيع من خلال اعلان، هدفي بس هو المعرفه، هدف ان الناس تعرف. ماكدونالدز مثلا فتح فرع جديد في حي الصفا في الرياض، فعمل اعلان سناب شات يا جماعه ماكدونالدز فتح في الصفا في الرياض، بس كده خلاص. فهدفه بس نشر المعلومه او نشر فكره او اخبار الناس بامر معين. طب اويرنس عندي بقى بيظهر الكامبين نيم، اسم الحمله، واتكلمنا عنه بالتفصيل في اعلانات انستجرام واعلانات الماسنجر واعلانات الفيسبوك، ممكن ترجع لها. هنا بيقول لك الحمله تبدا امتى، وليكن اقول له الحمله تبدا 3 ابريل وتنتهي يوم 29. الديلي هتدفع للسناب شات كام في اليوم؟ انا اقترح ندفع مثلا 20 دولار في اليوم لمده 3 ايام ونشوف مردود الحمله وبعدها نقرر. والحد الادنى لاعلانات سناب شات 20 دولار في اليوم. اللايف تايم، اللايف تايم بادجت او اللايف تايم سبند، يعني قصده انت هتدفع اجمالا لحمله سناب شات كام؟ هقول له هدفع اجمالا 3000 دولار. وكده معناها ان اي مبلغ فوق ال 3000 دولار مش هيتم صرفه. الحمله لما توصل المبلغ ده الحمله بتاعتك هتقف. اختار نيكست. هنا بقى بيظهر لي كذا نوع من انواع الاعلانات موجوده، او كذا فورمات، كذا شكل تقدر تعمل بيه اعلانك. الشكل الاولاني شكل السنجل ايمج او فيديو، لو عندك صوره لوحدها او عندك فيديو ممكن تعمل عليه اعلان. الامر الثاني الستوري اد، زي ما احنا شايفين كده ممكن تعمل اعلان للستوري. الامر الثالث كوليكشن اد، كوليكشن يعني عندك كذا صوره جنب بعض تقدر تعمل لهم اعلان، وده بيتم استخدامه كتير مثلا في مجال المطاعم او مجال الملابس او مجال العقارات. وفي عندنا اللينس والفلتر. طيب دلوقتي يا جماعه عندنا البليسمنت. بليسمنت يعني ايه بليسمنت؟ يعني اعلانك هيظهر فين على السناب شات. عندنا نوعين من طريقه عرض الاعلان على السناب شات. النوع الاولاني الاوتوماتيك بليسمنت، يعني اعلانك هيظهر في كل الاماكن المتاحه للعرض على السناب شات. الامر الثاني ايديت بليسمنت. ايديت بليسمنت ان انت بتضغط عليها وبتختار اعلانك يظهر فين بالظبط على السناب شات. هنا مثلا الاعلان بيظهر فين؟ بيظهر بتوين كونتنت. بتوين كونتنت يعني انت بتقلب في السناب بتلاقي في النص كده اعلان، ده الايه؟ ده بتاع السناب.
وممكن برضو تعلم على اونلي يوزر ستوريز، على الستوريز فقط، تمام؟ فانت اللي بتحدد، تقدر تحدد اختيارات معينه او تقدر ان انت تخليها اوتوماتيك بحيث انه يظهر في كل الاماكن. انت بتحددها على حسب الحمله بتاعتك وحسب اهدافك وعلى حسب خبرتك. انا نصيحتي لو ما عندكش خبره في الموضوع، ممكن كبدايه تخليها اوتوماتيك بليسمنت. لما يكون عندك خبره وتعمل مثلا 10 20 حمله، بعد كده اعملها ايديت بليسمنت وابدا جرب واحده واحده. ابدا مثلا اعمل اول نوع ده اللي هو بتوين كونتنت بس، اعمله في حمله لوحده، وابدا اعمل كامبين تانية خليها within content، وشوف انهي احسن واحده بتجيب لك نتائج وابدا اشتغل عليها، تمام؟ اللوكيشن، عايز اعلانك يظهر في انهي دوله؟ هنا مثلا محدد مصر، انا هحذف مصر واختار اللوكيشن الاعلان بتاعي يظهر، هكتب مثلا سعودي اريبيا، بس انا مش عايز يظهر في السعوديه كلها، انا عايز اعلاني بس يظهر في الرياض، فانا بختار من هنا، بقلب في الاماكن هنا، عند الاماكن دي المتاحه، الاماكن التفصيليه المتاحه، تمام؟ بحيث ان انا بعمل اعلاني في السعوديه يظهر لاهل الرياض بس. الديموغرافيك، الديموغرافيك انت عايز اعلانك يظهر للسن، للناس اللي بيدخلوا سنهم كام؟ هنا مثلا تقول وليكن السن من 18 الى 35. عايز اعلانك يظهر للرجال والنساء ولا للرجال بس ولا للنساء؟ وليكن مثلا انا عامل اعلاني للاثنين، للرجال والنساء، فبختار اول. اللانجويج بختارها عربيك، وبدخل بقى للامر مهم جدا اللي هو الاودينسز، الاهتمامات، او الناس اللي انت عايز تعمل اعلانك ليهم، ما هي اهتماماتهم؟ لما بضغط على سيلكت كاتيجوري بيظهر اللايف ستايل. انا مثلا عامل اعلان لمطعم، فمطعم اختار ايه؟ هختار فوديز، فبضغط على فوديز واخلي اعلان يظهر للناس المهتمين بالاكل. هنا مثلا برجر لافرز، كاندي سويتس لافرز، كافي لافرز، الناس المهتمين بالبيتزا، الفاست فود، وهكذا. بحيث ان انت مطعم، فانت تعمل اعلانك يظهر للناس المهتمين بالاكل. هنا برضه عندي في خاصيه اسمها اكسباند اودينس اوتوماتيكلي، لو ضغطت عليها هو كده كده بيبدا ان هو يعني يكبر في الشريحه اوتوماتيك، لما الاقي الناس بتتفاعل مع مجال معين وخلاص السناب شات عارف مين جمهورك المستهدف، فيبدا يطور لك ويبدا يزود لك عدد الجمهور ده. الديفايسز، اعلانك هيظهر، شوفوا بقى يا جماعه لو نلاحظ الاعلان التفصيلي ده فيه تفاصيل كتير، انما الاعلان التاني العام ده فيه كام حاجه وخلاص اعلانك ايه اتعمل. طيب الديفايسز، اعلانك هيظهر لكل اجهزه الجوال ولا ممكن احددها؟ ممكن تحددها، يعني ممكن مثلا تخلي اعلانك يظهر بس للناس اللي معاهم اي او اس. طب بعملها ازاي؟ من ديفايسز هنا بختار اي او اس، فكده اعلانك هيظهر لكل الناس اللي معاها مثلا ايفون او معاها تابلت او معاها ايبود. وممكن تحدد كمان اجهزه معينه، يعني مش شرط اجهزه ابل كلها، لا ده انت عايز تقول الناس اللي معاها مثلا ايبود بس، او الناس مثلا معاها ايفون بس، او الناس اللي معاها مثلا ايباد بس، تقدر تحدد كل الحاجات دي. انا يعني ممكن اخلي اعلاني يظهر ناس مع ايفون اكس ار او ايفون اكس، ايفون اكس اس ماكس، او ايفون اكس اس، اقدر احدد اعلاني بكل بساطه وكل سهوله. ودي صراحه ميزه قويه، ودي دي ادق نوع في الاستهداف على سناب شات، لان هو مش بيعرف ان هو يحور او يعرف يكذب، لان سناب شات بيمسكه من الجهاز اللي داخل منه. انها مثلا الاهتمامات، ممكن انا مثلا اتابع 10 صفحات عن الاكل، بس انا اصلا مش مهتم بالاكل اصلا، ده انا مصمم ديزاينر وفوتوغرافر، فبخش عشان على الصفحات دي عشان اتعلم ازاي احسن الصور بتاعتي وازاي ان انا اعمل ريتاتش وهكذا. انما الديفايس انت بيكون استهدافك دقيق بنسبه كبيره. بستفاد من الحاجات دي في ايه؟ بستفاد منها لو انا مثلا بعمل اعلان وبيع مثلا كفرات ايفون، او بيع مثلا اضافات لايفون او اضافات لاندرويد، فبقدر اعمل اعلاني للفئه المستهدفه مباشره. وبرضو لو انا مثلا ببيع منتجات غاليه او منتجات اسعار عاليه، ممكن اختار اسعار الايباد او اسعار الايفون اللي سعرها عالي جدا، واختار الاعلاني يظهر لاصحاب الاجهزه والجوالات العاليه جدا. الميزه اللي بعد كده في الاستهداف الكونكشن، ان انت عايز تستهدف الناس اللي بتدخل من خلال موبايل، من خلال الانترنت على الجوال، ولا من خلال واي فاي اللي هو الثابت، الخط الثابت ده برضو تقدر انت تحدده. الكاريرز، ودي رائعه وجميله، ودي بصراحه ما لقيتهاش الا في سناب شات بس، يعني مثلا تويتر، فيسبوك، يوتيوب، جوجل،
كل المنصات دي ما فيهاش الخاصية، الخاصية دي موجودة على سناب شات فقط، يعني انت تقدر تستهدف الناس اللي بتدخل من شبكة جوال معينة. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ بالراحة بس واحدة واحدة كده يا استاذ محمود واشرحنا، اشرح لكم يا جماعة، بس صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا انت حضرتك عندك عرض للعاملين في القطاع الحكومي، وانت عارف ان كل العاملين في القطاع الحكومي الخط بتاعهم موبايلي، عشان موبايلي متعاقدة معاهم، فتقدر تعمل العرض بتاعك وتقدر تستهدف فقط الناس اللي بيدخلوا من شبكة موبايلي على السناب شات فقط لا غير. لو انا مثلا شركة مثلا قطاع خاص وبعمل مثلا في مجال المقاولات، وانا عارف ان شبكة زين متعاقدة مع اكبر شركات مقاولات في المملكة، فانا ممكن اعمل اعلاني يظهر للناس اللي بيدخلوا على شبكة زين من السناب شات. وكذلك اي شبكه تانية اقدر احددها على مستوى العالم كله، مش في الخليج، كان ده في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت وفي البحرين ومصر، اي دوله. يعني مثلا كان في كيس ستادي كانت في الاردن، فكان في كامبين، الكامبين ديت معموله تم استهداف فعلا شبكه جوال الفئه المتوسطه والغنيه، هي المتعاقده موجوده عليها بكثافه، وفعلا عملنا اتعملت الكامبين وكانت نتائجها ممتازه جدا جدا جدا، لان تم استهداف الشبكه صح. لان في يعني موضوع الشبكات الجوال ده لو انت ركزت فيه ودرسته كويس جدا هتعرف تستهدف عميلك بطريقه كويسه جدا. ممكن مثلا تلاقي ارامكو متعاقده مثلا مع موبايلي او متعاقده مع زين، وانت عندك عرض مثلا او عندك شركه بتقدم خدمات معينه للموظفين مثلا بتوع ارامكو، فتقدر تختار شبكه الجوال المتعاقدين معاه في ارامكو، وتختار مثلا في اعلانك يظهر في منطقه الدمام والاماكن المستهدفه اللي موظفين ارامكو بيكونوا موجودين فيها، وتعمل اعلانك وتنتظر نتائج كويسه جدا ان شاء الله. فبختار هنا الايه؟ الكاريرز اللي هي شبكه الجوال. هنا البادجت، الميزانيه، احنا يفضل قلنا 20 دولار اول 3 ايام، وبعدين احدد بعد 3 ايام الحمله ناجحه ازود فيها الميزانيه كلها. وممكن برضو في نظام تاني اسمه نظام لايف تايم بادجت. لايف تايم بادجت انت بتقول له ان انا هدفع اجمالا على الحمله دي 1000 دولار خلال الفتره من 3 ابريل لحد 29 ابريل. اللايف تايم بادجت ميزتها لما انت بتحدد عليها بيظهر لك كده خيار ان انت تخلي اعلانك يظهر في ساعات معينه. يعني انت مثلا بتبيع منتج، المنتج ده بيتطلب ان انت تتصل على الهاتف تسال تستفسر تحجز، زي مثلا شركات حجوز الطيران وحجوز حجوزات الفنادق وكده، فانت ممكن تخلي اعلانك يظهر في خلال فترات الصباح او في خلال فترات الدوام. يعني مثلا اعلانك يظهر من الساعه مثلا 8 مثلا مساء لين او لحد الساعه مثلا 5، من 8 صباحا لحد الساعة 5 مساء، بحيث فريق خدمة العملاء يكون موجود، أي حد عنده سؤال أو أي حد عنده استفسار يتم الرد عليه فورا. هنا بقى الهدف بتاع الحملة امبريشن، والامبريشن يعني 1000 ظهور، 1000 ظهور للإعلان بتاعك. بيد نظام المحاسبة، عندك أوتوماتيك بيد أو ماكسيمم بيد. أوتوماتيك بيد هو كده كده سناب شات بيحاسبك على كل 1000 ظهور بالرقم بقى اللي هو شايفه، على حسب المنافسه، على حسب الاعلان بتاعك، على حسب حجم الاكونت وهكذا. ماكس بيت انت بتحدد لسناب شات، بتقول له يا سناب شات على كل 1000 واحد يشوف الاعلان انا مش هدفع الا دولار واحد، او مش هدفع الا 2 دولار بس. هو كده كده مش هيقدر ان هو يجيب لك اي نتائج اعلى من السعر ده. طب سؤال، لو انا اخترت ماكس بيت وحددت 2 دولار والاعلان بتاعي ما سحب، اعمل ايه؟ ازود الاثنين بيد دي 2 دولار، بدل 2 اخليها 3 دولار. ليه؟ انت ممكن مثلا حضرتك تكون عامل اعلان لمجال زي المجوهرات، ومجال المجوهرات دوت اسعار الاعلانات فيه ممكن تكون مرتفعه فتره من فترات في السنه، فلازم حضرتك تزود السعر عشان اعلان السناب شات يسحب. عملته 3 دولار وما اشتغلش، ما تعبش نفسك خلاص، خليه اوتوماتيك وخلي سناب شات هو اللي يعرف السعر، هو اللي يحدد السعر، وبعدها بثلاث ايام اعرف السعر اللي سناب شات عمل بيه الحمله ومشي بيه، وخده وحطه في الماكس بيد مره تانيه وامشي بيه الحمله بتاعتك. ده ليه يا جماعه؟ ده ليه؟ لان انت مثلا على سبيل المثال لو دخل فتره رمضان وانت خدت اجازه في رمضان وسبت حمله سناب شات تشتغل اسبوعين ورحت انت الاجازه بتاعتك، رجعت ممكن تلاقي الاعلانات يا جماعه في رمضان اسعارها بتضرب في 4، يبقى 4 اضعاف. ممكن تلاقي بدل ما كانت بتصرف 1000 دولار صرفت 4000 او 5000 دولار. فالحل ايه؟ الحل ان انا
لو انا مش متواجد دايما ان انا اخليها ماكس بيت عشان تكون في نطاق مقبول ونطاق معين. لو انا متواجد يوميا وبص للحمله يوميا ممكن عادي اخليها اوتوماتيك وراقبها واشوف كل يوم نتائجها عامله ازاي. ولكن انا نفسي الصراحه بحب اشتغل بالماكس بيت وانا لحد سعر الاعلان بنفسي، لان اصلا هو مزاد، فلازم انت تكون دايما متواجد وتحدد سعرك وما تزيدش عنه وهكذا. طب فريكوانسي كاب، يعني ايه فريكوانسي كاب؟ يعني اعلانك هيظهر كام مره لليوزر. يعني مثلا انت بتحدد له هنا بتقول له والله انا عايز اعلاني لنفس المستخدم يظهر 3 مرات. 3 مرات يعني الواحد ممكن يشوف اعلاني 3 مرات، اكتر من كده لا، اكتر من كده ما يشوفش الاعلان بتاعي. طب ده ميزتها ايه؟ ميزتها ان برضو عندنا مثل مصري كده يقول لك ايه، كتر الزن امر من السحر. يعني ممكن لما عميل يشوف اعلان مره واحده ما اقتنعش، محتاج يشوفه تاني، محتاج يشوفه تالت وهكذا. فلو شوف اكتر مره ممكن يشتري، بس برضه ما تكترش. يعني مثلا في ناس ممكن يقول لك انا خليها خلاص بقى 15. لا، انت كده تكره الناس في الاعلان. زي كده بعض اعلانات اليوتيوب كل ما تفتح تلاقيه موجود، كل ما تفتح تلاقيه موجود، كل ما تفتح تلاقيه موجود، تحس زهقت يا اخي. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يعني ايه؟ لا 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 تهمل الموضوع نهائيا ولا تعمله بكثره. خليه مثلا 3 4 وهكذا. هنخليه 3. هنا بقى الباسنج تايب. ايه الباسنج تايب؟ اعلانك هيشتغل ستاندرد ولا اكسلريتد؟ ستاندرد بيقسم لك الميزانيه على مدار 24 ساعه. يعني انت مثلا لو عامل له صرف له 20 دولار هيصرف ال 20 دولار على مدار 24 ساعه. طب الاكسلريتد، الاكسلريتد ديت ممكن يصرف ال 20 دولار في اول ساعتين وبقيه الساعات تلاقي الحمله ما بتشتغلش خالص. ممكن انا اشتغل اكسلريتد، ممكن، بس اشتغل اكسلريتد واحدد البيد. يعني اكسلريتد اقول له ما عنديش مشكله، اصرف لي ال 20 دولار في اول 3 ساعات ولكن خلي البيد دولار، ما عندك مشكله. ليه؟ عشان الحمله تجيب اقصى ما عندها لكن حد اقصى ايه؟ دولار. تمام؟ خلاص ظبطت الامور دي كلها، بعمل نيكست. هنا بقى بيظهر لي اسم الاعلان، اسم الاعلان النيم يور اد محمود سعيد، البراند نيم محمود سعيد، هيدلاين دورة 9 طرق الاعلانات المولة. هنا بيقول لك توب سناب ميديا، ابدا ان انا ارفع التصميم بتاع الاعلان بتاعي، اكد شكله مناسب. تمام، بتترفع دلوقتي الصوره. تمام، بعد ما اترفعت هل اعمل انا؟ لا، اضغط عليه واشوف شكل الاعلان. هنا مثلا مكتوب محمود سعيد دوره 9 طرق مقاوله وهكذا. طيب هنا بس النيم ممكن اخليها مثلا نمبر او اد نمبر 1، دي حاجه بعملها داخليه انظم بس الدنيا عندي. تمام، يبقى اتاكد شكل الاعلان مظبوط. هنا محمود سعيد الصوره، ممتاز. طيب خلاص انا كده يعتبر خلصت وجهزت اعلان سناب شات بالكامل. بضغط نيكست. في بقى ميزه جميله في السناب، بيقول لك بيراجع لك الحمله مره ثانيه قبل ما تعلنها. هنا مثلا كامبين نيم اويرنس، الحاله نشطه، الحملة تبدأ يوم 4/3 تنتهي يوم 29/4، تصرف في اليوم 20 دولار، الحد الأقصى للإسراف 3000 دولار، الحملة تبقى في السعودية لكل الأعمار، هتبقى صورة أوتوماتيك بليسمنت على كل الأماكن على سناب شات، عربي، يتم الاستهداف الناس في المطاعم، الناس بتدخل عن طريق الأي أو إس وعندهم الجوالات دي، بيدخلوا من الواي فاي، واللي مشتركين في شبكه موبايلي. خلاص اتاكدت ان كل الامور تمام، براجعها كلها لحد الاخر. بعدين في الاخر بعمل ببلش كامبين، يعني اطلاق الحمله. بسم الله، بنتظر قليلا لحد ما يجي لي رساله ان اعلاني تحت المراجعه من قبل اداره سناب شات. تمام كده انت اعلانك تحت المراجعه من سناب شات. بدخل مانج كامبينز، هنا ده اعلاني تحت المراجعه. طب انا عايز بقى اشوف شكل الاعلان بتاعي بعد ما اشتغل شكله بيكون ازاي. لو ضغطت على مانج ادز، دي مثلا اعلانات شغاله الحين،
ده اعلان، مثلا ده صرف اليوم اتنين او صرف اجمالي الصرف 22 دولار، عدد مشاهدات الاعلان 18574، سعر مقابل كل 1000 ظهور بدفع $1.20. ده بيكون شكل الاعلان بعد ما يشتغل. تمام، الاعلان رقم 3 ده. تمام يا جماعة، ده كده باختصار طريقة عمل اعلانك على سناب شات مع بعض النقاط الفنية المهمة. اتمنى ان اكون فديتكم ان شاء الله. السلام عليكم.